بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور أسامة أبو طالب، هنشتغل النهاردة إن شاء الله الهارت فيلير، المراجعة بتاعة الهارت فيلير. يعني ايه هارت فيلير؟ فيلير ده هارت تو بامب بلاد. طب لما الهارت ما يعملش بامبنج للبلاد، مش هيبقى فيه كارديك اوتبوت، مش هيروح دم للأورجنز زي ما احنا شايفين كده. طب لما يروحش دم للأورجنز، هيقل البلاد بريشر. لما يقل البلاد بريشر هيحصل مشكلة، وهي ان هيبدا يقل الرينال بلاد فلو، ويبدا يحصل سمباثيك ديسشارج. طب لما يقل الرينال بلاد فلو، ينشط الرينال انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، هيمنجات، انه يعمل سولت ووتر ريتينشن وفازوكونستريكشن عشان الاثنين يعلوا الضغط شويه. طب وفي نفس الوقت لما كمان يقل البلاد بريشر ويحصل سمباثيك ديسشارج، هيبدا الكاروتيد بادز تخلي السمباثيك سيستم ينشط، يخلي الهارت يبقى فيه بوزيتيف نوتروبيك افكت وبوزيتيف كرونوتروبيك افكت وفازوكونستريكشن. اوكي، كل ده يعلي البلاد بريشر شويه ويزود البرفيوجن شويه، تمام. بس المشكله ناخد بالك، انت اصلا الهارت ان فيلير وانت عليت البلاد بريشر اللي هو التوتال بريفر ريزيستنس اللي هو اصلا افتر لود على الهارت. نمره 2، زودت السولت والووتر ريتنشن، وده اصلا بريلود على الهارت لان ده هيزود حجم الدم. نمره 3، الالدوستيرون اللي طالع و الانجيوتنسين 2 و السمباثيك درايف العالي عن طريق البيتا 1 ريسبتور اللي على الهارت، كل دول بيعملوا اكزوشن الهارت which is called remodeling، يعني خلوا عضله الهارت تتخن على حساب اليومي. والريمودلنج ده مشكله، ده irreversible، صح؟ يبقى اذا كومبنساتوري ميكانيزم اللي قلنا عليها دي فجاه بتنقلب السحر على الساحر، ويتحول الامر لان الهارت يتعب زياده. اوكي، تقول خد بالك برضو لما الهارت ما يضخش دم، الدم هيقعد في ارابيزه جوه الفنتريكلز، وبالتالي مش هيقدر يستقبل دم لا من السيستميك ولا من البلمونري سيركليشن، وبالتالي يحصل سيستميك كونجيشن، ده فورم فلور ليمبي اديما بقى، وي بلور افيوجن واسايتس، وده بيبقى مع الرايت سايد فيلير مينلي. طب وعلى مستوى بقى البلمونري سيركليشن، هيحصل ان البلمونري فينز تتملى دم، تبدا ترشح في الانترستيشيوم بتاع اللنج، نسميها بالمونري كونجيشن. لو وصل كمان ان الاديمه دي دخلت جوه، او المايه دي دخلت جوه الالفيولاي، بقت الالفيولاي المفروض يكون فيها هواء بقى فيها مايه، نسميها بالمونري اديما، نسميها بالمونري ايه؟ اديما. اوكي، which is lethal. السؤال بقى how to treat. بنفترض ان في حمار طالع مطلع عايزين نطلعه، والحمار حشايل حموله، هنعمل ايه؟ نقلل الحموله بتاعته ونقلل المطلع اللي هو طالعه، ونضرب الحمار او نساعده نشده وناكله ونداديه، صح؟ هي دي فعلا القصه بتمشي كده. نقلل الحموله بتاعته او الحموله الاوليه، البطيخ اللي هو شايله ده، which is the preload، which is the preload، عن طريق ان انا ادي دايوريتكس، ان البريلود هو الدم، وندي فينو دايليتور نقلل بيه الفينس ريتور، وندي كمان ادويه ممكن ان هي نقلل سولت ووتر في الدايت، ونعمل ريست، صح؟ طب بينما بقى في حالات ان انا عايز اقلل افتر لود، بدي ايه؟ ارتيريو دايليتور، ايذر اي سي انهبيتور او نبريلايسين انهبيتور اللي هو الساكيوباتريل، او نيسيريتايد اللي هو ادرينالتريتيك بيبتايد لايك، كل دي حاجات ارتيريو دايليتور، او دايركت دايليتور اللي هو الهيدرازين والمينوكسيديل والسيرونوتروسايد والبازو
وال سوميدرو سايت والديازوكسايد. اوكي كل دي دايركت دايليترز ارتيريال مينلي. الادويه دي هتقلل الافتر لود بتاعي على الهارت، زي تزود الكارديك اوتبوت شويه، او ان انا بقى اضرب الهارت. اضرب الهارت بايه؟ بيتا 1 اجونست طبعا، زي الدوبامين والدوبيوتامين والايبوبامين والبرينالتيرول. وممكن كمان ندي ديجوكسين، وهنعرف شغال ازاي وهو نظري هام. ممكن ندي ميثايل زانسنز زي الامينوفيلين. كل دي ادويه بتحسن جدا جدا قصه الكونتراكتيليتي بتاعه الهارت، او بقى ان انا اريح الهارت. اريح الهارت بالعكس بقى، ادي حاجه تمنع الريموتلينج زي الدوستيرون انتاجونست او ايس واربس. كل دول يمنعوا الرين انجنس الدوستيرون سيستم، وبالتالي يمنعوا الريموتلينج. او ندي حاجه تهدي الهارت ريت وتهدي السمباثيك درايف زي البيتا بلوكر. ايه ده؟ ادي بيتا بلوكر؟ طب انا هدي بيتا بلوكر ولا ادي بيتا اجونست؟ قالك اكوردنج للهارت في الستيج واللي انت خايف منه. لو العيان ان كرونيك هارت فيلير، يلا انا مصلحتي ادي بيتا بلوكر اقلل بيها الهارت ريت وعايش الهارت ده اطول فتره ممكنه، يعني اخلي الهارت يعيش معايا شويه بمجهود اقل. بينما لو انا بتكلم على اكيوت بالمونر اديما والعيان هيموت الوقت على الترابيزه، يبقى لا، لازم ندي بوزيتيف اينو تروبيك عشان بالمونر اديما دي تتحسن، وبعدين بعد ما العيان يعيش نبقى نتكلم في حقوق الهارت بقى ونحافظ عليه ونمنع الريموديلنج والكلام. اوكي طيب، تعالى بقى اما نشوف كده الادويه. اول دواء عندنا الادويه الفوسفودايستريز انهيبيتورز اللي هي الامرينون والميلرينون. دي ادويه فوسفودايستريز 3 انهيبيتور، فوسفودايستريز 3 انهيبيتور. احنا كنا خدنا فوسفودايستريز 4 اللي هو الميثايل زانسنز بتاع البرونك الاسما، وبتوع هنا برده فوسفودايستريز 3 امرينون وميلرينون. فوسفودايستريز 5 انهيبيتور اللي هو السيلدنافيل. اوكي وخدنا واحد نون سيلكتيف فوسفودايستريز اللي هو البرازوسين اللي هو السيلكتيف الفا 1 بلوكر. اتفقنا عشان نبقى التجميع في دماغنا. الادويه دي سواء الامرينون او الميلرينون، فوسفودايستريز 3 انهيبيتور هتجمع سايكليك ام بي. سايكليك ام بي ده اينو بوزيتيف اينو تروبيك دايليتور، يبقى يقلل بريلود وافتر لود، يعني يقلل اللود على الهارت. ادويه جميله جدا بس لا تستخدم من الاول، تستخدم في الريزيستنت هارت فيلير ادد تو اذر تريتمنتس. الامرينون اي في، الميلرينون يمكن اورال واي في. الامرينون بيعمل ثرومبو سايتوبينيا عنيفه وهيباتو توكسيستي. الميلرينون يمكن السايد افكتس بتاعته اقل شويه. اوكي امور بوت. هنتكلم بعد كده عن الدواء العظيم المسمى بالديجوكسين. هنبص للدياجرام اللي قدامنا، هنلاقي ان الديجيتاليس ده عباره عن بلانت اسمها ديجيتاليس لاناتاليف. الديجيتاليس ده بلانت ان اوريجين، التي هاف بتاعته طويله جدا تصل الى يوم ونص. الديجيتاليس ده عبارة عن قطعتين، قطعة اسمها جلايكون وقطعة اسمها اجلايكون. الجلايكون ده نون اكتف، مسؤول عن الكاينيتكس، بيخلي الديجيتاليس يتجمع في حتتين، يتجمع في الهارت بيحب يمسك الماسل بروتين ومنها الهارت، وبالتالي ده السايت اوف اكشن، ويحب يتجمع كمان في السكليتال ماسلز ويبقى ده السايت اوف ستورج بتاعه، مش هشتغل عليها ولكن بيبقى ستورد هناك. بينما ولاحظ ان الدواء طالما التي هاف بتاعه عالي كده وكمان متخزن في الماسلز، اذا ده دواء كاملاتيف، التوكسيستي بتاعته بتبقى كاملاتيف، ممكن تحصل بسهوله. مسؤول عنها الاجلايكون بارت، وده ستيرويد ان اوريجين،
ده اللي بيخلي الديجيتاليس يبقى بيعدي بلود برين بارير ويعمل سي ان اس اكشن في نفس الوقت كونه ستيرويد لايك، يبقى شبه السكس وشبه الالدوستيرون. شبه الالدوستيرون هتجيلنا هنقول يبقى ممكن يقفل الالدوستيرون ريسبتور يشتغل وكانه بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك، صح؟ نمرة 2 شبه السكس، يبقى هنعمل برضو نفس القصة بتاعت بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك، ان احنا نبقى بروجستيرون لايك فنعمل مسترول ريجولاريتيز، و انتي اندروجين فنعمل جاينيكو ماستي، او هتبان لنا القصة دي في التوكسيستي. بعد كده هنقول بقى طيب الاكشنز بتاعت ديجيتاليس ايه، هنقرا من هنا. انا عارف ديجيتاليس مكتوب يعني طويل جدا، هنقرا من هنا. هنلاقي ان الديجيتاليس ده اول حاجه هيشتغل على سي في اس والاس ام اف والجلاند زي ما احنا ماشيين عادي. طب السي في اس اعمل ايه في الهارت؟ اعمل ايه في الكاريكا؟ كونتراكتيليتي. خد بالك الديجيتاليس الاكشن بتاعه عشان نفهمه هو هيشتغل على المحورين، هو له فيجل اكشن بتبان في السمول دوز، يعني بيشتغل عن طريق الفيجاس دي بتبان في السمول دوز، واكبر دليل عليها ان هي بتضيع بالاتروبين. بتضيع بايه؟ بالاتروبين. الفيجل اكشن دي تعمل ايه؟ تعمل انهبيشن اوف اس اي نود وانهبيشن اوف اي في نود وتزود الاتريال كوندكشن وبلوك بتظهر في السمول دوز وبلوك باي اتروبين. بينما بقى الدايركت اكشن بتعتمد على الدوز، يعني بسمول دوز يشتغل بوزيتيف اينوتروبيك، وهنعرف ازاي بوزيتيف اينوتروبيك وهنعرف ازاي. طب بلارج دوز يعمل دايركت انهيبيشن اوف اس اي نود واي في نود الكوندكشن. عشان كده البراديكارديا اللي انديوسد باي ديجوكسين سمول دوز كان بي بلوكد باي اتروبين، ولكن كان نوت ولكن البراديكارديا اللي كوزد باي ديجيتاليس لارج دوز كان نوت بي بلوكد باي اتروبين، عشان اللي سمول دوز دي فيجل، ولكن اللي بلارج دوز دي دايركت افكت. اوكي، على الاس اي نود والاي في نود. السؤال بقى طب كده يطبق ازاي ده الكلام ده على الهارت؟ تعالى اما نشوف هنطبقه ازاي على الهارت. هنقول انه بوزيتيف اينوتروبيك فيعمل شورت سترونج سيستول، فيخلي الهارت يفضي، يعلي الكارديك اوتبوت بتاعه ويفضي كل اللي فيه وحجمه يصغر. بينما بقى على مستوى الهارت ريت هنلاقي ان هو نيجاتيف كورونو، ولاول مره نسمع عن ده بوزيتيف اينو نيجاتيف كورونو، ده كده بيقوي الضربه ويقلل عدد الضربات عشان له انهبيتور افكت على الاس اي نود الاي في نود، سواء دايركت او سواء ثرو الفيجاس. وبالتالي يبقى الدواء ده بيزود الميكانيكال افشنسي اوف دي هارت. طيب لما يعمل لونج دايستول بقى نتيجه ان هو نيجاتيف كورونو هيفيدني في ايه؟ هيفيدني ان الهارت بتاعي ده هيقدر ان هو يستقبل الفينوس ريتيرن كله، وبالتالي يقلل لي الكونجيشن اللي حاصل، صح؟ يبقى ده على الكونتراكتيليتي والريزمز. طب الاكسايتابيليتي والكونداكتيفيتي، الاكسايتابيليتي هو الجيتاليس قلنا الدايركت افكت بتاعته بسمول دوز كان بيعمل نيجاتيف بيعمل بوزيتيف اينوتروبيك، بلارج دوز دايركت انهيبيشن على السينود والايفي نود، بي توكسيك دوز بيزود اوتوماتيستي، يعني فاهم الاكسبتابيلتي وكده. وبالتالي هو الراجل ده على مستوى الاوتوماتيستي هيزود الاوتوماتيستي بتوكسيك دوز. ده اللي يهمني. شكل الاي سي جي بقى هيبقى فيه برولونجد بي ار انترفال، والكي ار اس هيبقى نارو، وهيحصل ساجنج اوف اس تي سيجمنت، يعني تنزل تشرب من تحت. ممكن يعمل هارت بلوك في التوكسيستي، او ممكن يعمل هارت بلوك زي ما هنشوف. ده على مستوى الهارت. طبعا على مستوى البلد
فيسلز هيعمل ايه؟ يعني السمول بلاد فيسل المفروض ما يعملش حاجه، ولكن بلارج دوز ممكن يستميت الفازو موتور سنتر، يعمل فازو كونستريكشن، يعمل فازو ايه؟ كونستريكشن. اوكي طيب، على مستوى بقى البلاد بريشر برضو المفروض ان هو بينورمالايز البلاد بريشر، نورمالايز البلاد بريشر اوكي، ويقلل فينس بريشر. ليه؟ من ان هو بيقلل فينس بريشر، ودي مفهوم. بعد كده على مستوى الاس ام اف بقى هيعمل ايه؟ على اسمه موسل فايبرز على الاي، بيعمل حاجه اسمها كلر فيجن انتوكسيستي. كلر فيجن يعني الدنيا تبان جرين، تبان يلو، نتيجه دايركت افكت على الفيجوال اسوشيشن اريا. على البرونكاي ما فيش، على الجي اي تي بيعمل سيفير نوزيا وفوميتنج تبان لي في التوكسيستي، نتيجه ان هو بيستميت سي تي زد وهو ايريتنت. على اليورينري اذا دايوريتك، بص لي كده الرسمه دايوريتك ازاي، قلنا ان هو بيزود الكارديك اوتبوت فيزود رينال بلاد فلو فيزود جي اف ار فيبقى دايوريتك. اما يزيد الجي اف ار يقل الرينين سكريشن فيحصل انفيشن رينال انشتينس على السيرين سيستم فيبقى دايوريتك. اما الراجل ده شبه الالوسيون ستيرويد فيشتغل كانه بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك. لاستلي لو دايركت انهبيتوري افكت على الصوديوم ري ابزوربشن في الكونفليوتد تيوبولز. اوكي طيب، بعد كده هنقول على السكس اورجنز هيعمل ايه ولا حاجه. هيعمل بقى حاجه على الاندوكراين سيستم، هيعمل جاينيكوماستيا. بالمره بقى طالما جينا هنا ناخد بالمره التوكسيستي بتاعت الشتالس عشان نخلص منها، يبقى التوكسيستي بتاعت الشتالس بص للرسمه هتبان لنا في صوره ايه؟ هتبان لنا في صوره على السي ان اس هالوسينيشن وكونفيوجن، على السي في اس على الهارت هيبقى لنا براديكارديا اقل من 60، على الجي اي تي نوزيا وفوميتنج، على الاندوكراين، وطبعا ممكن يبان شويه ارثميات وكده. ها على الاندوكراين سيستم هيبان جاينيكو ماستيا، هيبان جاينيكو ماستيا، وعلى الاي هيبان كلر فيجن يلو او جرين فيجن. اوكي طيب، بعد كده يا اولاد هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي التريتمنت اوف توكسيستي والعوامل اللي بتزود توكسيستي. التريتمنت اوف توكسيستي، التريتمنت اوف توكسيستي بيبقى عن طريق اس 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 توب ذا دراجز ستومك ووش سيمتوماتيك تريتمنت انتيدوت ان وجد وازود الاكسكريشن. طب تعال نشوف ستوب ذا دراج نوت نيدد، اصل الراجل ده كاملاتيف مش هي اساس التوكسيستي. ستومك ووش برضو الدواء كاملاتيف. سيمتوماتيك تريتمنت علاج للاعراض، الراجل عنده فنتريكولار اريزميا وذ هارت بلوك بلوك ندي فينيتون، لكن فنتريكولار اريزميا وذاوت هارت بلوك لا يوجد هارت بلوك ندي ليدوكين. ندي ايه؟ ليدوكين. اوكي طيب، بعد كده الراجل ده هنعمل فيه ايه تاني؟ والله لو عنده هايبوكاليميا، عنده هايبوكاليميا يبقى هندي كي سي ال، لو عنده هايبركالسيميا ندي اديتا، لو بيفومت ندي ميتوكلوبرامايد، لو الراجل ده عنده براديكارديا بس ندي اتروبين او بيس ميكر. اوكي طيب، اللي برضو عايزك تاخد بالك منه هو ايه؟ البوست فينوتروبيك افكت معموله ازاي؟ كانت معموله عن طريق انهيبيشن اوف صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، معموله عن طريق انهيبيشن اوف صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. وبالتالي الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز دي عايزه تخرج الصوديوم، تخرج الصوديوم بره وتدخل بوتاسيوم جوه المصل في اخر الاكشن بوتنشال. انا لما امنعها ازود الانتراسيلولر ايه؟ صوديوم، فيزيد الانتراسيلولر كالسيوم بالتبعيه
وبالتالي يتفتح الساركولازميك ريتيكولم وتخرج ما فيها من الكالسيوم، ولما يخرج ما فيها من الكالسيوم يبقى ده المطلوب لإحداث كونتراكشن قوي، فيبقى بوزيتيف اينوتروبيك افكت. اوكي طيب، بعد كده عشان كده لما الكالسيوم بيزيد او البوتاسيوم بيقل التوكسيستي بتزيد. اوكي طيب، بعد كده انتي دوت انوجد في انتي ديجيتالس انتي بودي الدوبيجين. بعد كده بعد الانتي دوت انوجد بنعمل بقى، هل محتاج هيموداليسز؟ الاجابه لا، مش محتاج هيموداليسز، لان الدواء اصلا مش لازق في الدم، ده موجود جوه الهارت وبالتالي ما ينفعش تغسله. ويرجع كده الادويه اللي ليها لارج بي دي بتلزق في التيشو بروتين، نو نيد فور هيموداليسز. وتاني حاجه هل نعمل دي سي شوك؟ الاجابه لا. ليه؟ لان اوتوماتيستي زي دي سي شوك بدل ما يعالج الاريزميا هيزود الاريزميا، لان العنف هنا مع الميوكارديوم المتهيج يزود الاريزميا ما يقللهاش. اوكي يبقى نو نيد فور هيموداليسز، نو نيد فور دي سي شوك، نو نيد فور استومك ووش، كل دول ايه مش هيأثروا معانا خالص في التريتمنت. اوكي طيب، القصة اللي بعد كده بقى هنقول اليوسز اوف ديجيتالس هتبقى ايه. اول حاجة ممكن استخدم الديجيتالس ان هارت فيلير، الراجل ده بوستيف انوتروبيك، هستخدمه في الهارت فيلير هيعمل بوستيف انوتروبيك افكت، زود كارديك اوتبوت، يقلل الكونجيشن ويقلل كاردياك سايز، و لو دايوريتك افكت، وبالتالي دواء محبب لينا جدا. ولكن مشكلته طبعا السايد افكتس بتاعته ان هو في قاعده اسمها دونت هيدا تاير لورس، وبنحطه في الهارت فيلير ادد تو تريتمنت في كرونيك اوفرلود بس مش من الاول، او لو في اف وهنفهم دلوقتي رول في الاي اف. نمره 2 كونتر انديكيتد في الهارت فيلير لو في مايوكاردايتس او كارديو مايوباثي، يعني عضله بايظه فانت بتعمل ايه. نمره 2 ممكن استخدمه في حالات الاي اف. طب هو هيعمل ايه في الاي اف؟ الاي اف فصاي كتير قوي في الهارت بتضرب بريت عالي جدا ومحدش فيها سمع التاني، وبالتالي الهارت مش بيكونتراكت ازوات سيتيوم الاتريوم، لا ده كل مجموعه من الفايبرز عامله لنفسها بسميكر. فجاه شويه بسميكرز يتحدوا ويعملوا الكتريستي سفيشنت ان هي تدي بولارايز الاي في نود، والامبلس تعدي للفنتريكل فيتكون كيو ار اس كومبلكس، وممكن ما يتكونش، وبالتالي ايه يبقى الهارت ريت الريجولر. السؤال بقى، طب الرول اوف ديجيتالس هنا ايه؟ اذا كان هو اصلا بيزود اتريال كوندكشن وبالتالي هيورثن الاتريوم زياده، يبقى اذا بالعكس ده هيورثن الاتريوم زياده وهيخلي كوندكشن سريع فيه ويعمل الاريزميا اكتر في الاتريوم، ولكن بيقفل اي في نودال كوندكشن وبالتالي بيحمي الفنتريكل من الريت العنيف بتاع الاتريوم ده. اوكي وبالتالي هو بيقلل الايفي نودال كوندكشن فيخلي الهارت ريت يبقى مور ريجولر والكونتراكشن مور افكتيف، وبيمنع حاجه اسمها البالس ديفيسيت. بعد كده ممكن يستخدم كمان في حالات الباروكسيزمال اتريال تاكيكارديا والاتريال فلاتر. طب في الباروكسيزمال اتريال تاكيكارديا نفس القصه، هو بالعكس ممكن يزودها ولكن بيحمي الفنتر. طب والاتري فلاتر الرول بتاعه ايه؟ الاتري فلاتر بقى ان في مجموعه من الفصاي بتضرب برضو بحاجه اسمها ري انترنت سيركس
movement، وبالتالي في multiple atrial depolarizations على ريت كبير جدا. الريت ده لا يسمح الايفي نود بان هو يدخله على الفنتريك لان في سيولوجيكال لوك، وبالتالي الاتريوم مانع بيضرب بريت مثلا 250، الفنتريكل بيضرب عادي بريتو الطبيعي او اسرع شويه. الرول اوف ديجيتاليس اول حاجه ان هو هيحمي الفنتريكل برضو، ولكن يورسن الاتريوم ممكن يقلبه حتى لفلتر. طب امال انا بعد كده هوقف الديجيتاليس؟ لما اوقف الديجيتاليس قدامي حاجه من ثلاثه، اما ارجع نورمال ساينس ريزم او اكمل اتريال فلاتر او اكمل اي اف، وبعدين اروح حاطط كينيدين. الكينيدين از انتي اريزميك. لو انا طبعا نورمال ساينس ريزم خلاص سيبه، لو انا فلاتر او اي اف حط كينيدين هيرجعهم لساينس. طب ليه ما بداش بالكينيدين من الاول؟ اصل الكينيدين بيزود الاي في نودال كوندكشن، فلو حضرتك بدات كينيدين من الاول يبقى هتخلي الهارت ريت ال 250 ده كله ينزل على الفنتركل، هتموت العيان. فانت لازم تبروتكت الاول ب بلوك الاي في نود عن طريق الديجيتاليس، ثم بعد ذلك تدي الكينيدين. اوكي، دي كده اليوزز بتاعتي. طب دراج انتر اكشنز مهمه جدا. عندنا ادويه، ده واحد من الخمسه دراج انتر اكشنز المهمين في المنهج. عندنا ادويه هتزود الاكشن وادويه هتقلل الاكشن، مستوى كايناتكس ومستوى داينامكس. طب تعالى كده اما نشوف ايه اللي بيزود الاكشن على مستوى الابزوربشن. الاتروبين هيقلل الموتيليتي اوف ذا جي اي تي، وبالتالي والديجيتاليس از سلولي ديسوشيتد دراج، فيفيده جدا في الابزوربشن. الديستريبيوشن والميتابوليزم، الكينيدين بيشوط من على البلازما بروتين وكمان بيقلل الاكسكريشن بتاعه فيزود الاكشن. وعلى مستوى الميتابوليزم هيباتيك ميكروزوم انزيم انهيبيتورز هتقلل الميتابوليزم فتزود الاكشن. طب نكمل الكاينتكس عشان نخلص منها في الجنب التاني. طب لو عايز اقلل الاكشن بقى، طبعا العكس، هحط ميتوكلوبراميد او عشان ده برو كاينتك، او مثلا ابزوربشن يعني حط ميتوكلوبراميد عشان ده برو كاينتك، او حط كوليستايرامين او تشاركول او انتاسيدز، او دي كل دي ادويه تمنع امتصاصه. ديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن هيفيدني الميتابوليزم، ادي هيباتيك ميكروزوم انزيم انديوسر هيزود الميتابوليزم بتاعه وبالتالي يقلل الاكشن. طب الادويه اللي هتزود الاكشن بقى على مستوى الداينامكس، اي بوزيتيف انوتروبيك زي بيتا اجونست، اي نيجاتيف كرونوتروبيك زي بيتا بلوكر او فيرابامين ودلتيا زم، انا هعمل راديكارديا معاه. الكالسيوم والثايرو توكسيكوزز والثايازايد لان بتزود الكالسيوم. طب الدايوريتكس زي اللوب دايوريتك والثايازايد برضو هيقللوا البوتاسيوم وبالتالي زودوا الاكشن برضو، وحالات ثايرو توكسيكوزز. بينما بقى على الجانب الاخر زيادة البوتاسيوم، بوتاسيوم سبيرينج دايوريتك هيمنع الاكشن. اوكي، طبعا الفاكتورز اللي بتزود التوكسيستي هتكون هي الادوية اللي بتزود الاكشن، بلس طبعا الاولد ايج، وبلس رينال اند ليفر امبيرمنت، وبلس الانفلاميشن اوف ذا هارت او الاسكيميك هارت ديزيز، كل ده يزود معنا الاكشن. كده خلصنا هارت فيلير. عايز بس اركز على دوايين جديد تحطوا في السكيما، اول واحد فيهم نيبريلايسين انهيبيتور اللي هو الساكيوباتريل، ده بيمنع النيبريلايسين انزيم اللي كان بيكسر الادرينالتريتك بيبتايد والبراديكاينين، وبالتالي لما يعملوا انهيبيشن يزود الاكشن بتاعهم وبالتالي
يحصل فازو دايليتيشن ويقل البريلود والافتر لود. اوكي خد بالك ان النيبرلايسن ده كان بيكسر كمان انجيوتنسين 2، عشان كده كان لازم يحطوا معاه اوربس عشان يمنع الاكيوميليشن اوف انجيوتنسين 2، فبنحط ساكيوباتريل مع فالسارتان. مشكلتهم هما الاثنين هيعملوا سيفير هايبركاليميا، فلازم نتابع البوتاسيوم. ونزل السوق دواء ساكيوباتريل فالسارتان باسم انتريستو. اوكي نمرة اتنين، في بقى دواء اترينالكتريتك بالتايد لايك اسمه ايه؟ اسمه نيسيريتايد. اسمه نيسيريتايد ده من اسمه ناتريوليتك، يعني قلل الصوديوم، ارتيريو اند فينو دايليتور. الايفابرادين برضو اللي جبنا سيرته في الانجينا ابروفد في حالة الهارت فيلير حديثا. ده بيعمل ايه؟ ده بيبلوك الاي اف كارنت، بيبلوك الاي اف كارنت، وبالتالي الاي اف كارنت ده اللي هو الكارنت الصوديوم كارنت اللي مسؤول عن البيس ميكر اكتيفيتي، وبالتالي يقلل الهارت ريت، وبالتالي يدي فرصه للهارت انه يملى ويقلل اللود اللي عليه الافابرادين. ولكن لازم يكون فيه نورمال ساينس ريزم ويكون الهارت ريت اكتر من او يساوي 70. اوكي شكرا جزيلا لكم.